بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات القسم العلمي معكم في لقاء جديد مع درس من الدروس التعليمية المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة إدارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية توجيه الجيولوجيا معكم الأستاذ جميل خالد الفاخوري مدرسة الثانوية النموذجية منطقه الشارقه التعليميه درسنا لهذا اليوم عن طرائق حفظ الاحافير نبدا بانواع التاحفر هناك احافير لبقايا اصليه وبقايا مستبدله واثار للكائنات الحيه البقايا الاصليه هناك طريقتين للحفظ اما ان يحفظ الكائن الحي كاملا الحفظ الكامل للكائن الحي او حفظ الهيكل الاصلي فقط بالنسبه للحفظ الكامل يتطلب شروط معينه حتى يحفظ كاملا وهذا الشرط أن يدفن الكائن وهو حي أو بعد موته مباشرة. هذه الظروف نادرة الحدوث لذلك يعني من النادر أن نجد أحافير لحيوانات محفوظة حفظا كاملا. ولكنها موجودة. أمثلة على ذلك الماموث في الثلج. الماموث دفن في الثلج في سيبيريا لآلاف السنين وعندما وُجد وُجد كاملا. بدمه وشعره وجلده حتى بقايا الطعام في معدته وهذه الصور تبين هذا ماموث صغير وهذا الماموث طبعا هو حيوان منقرض هو الفيل القديم البقايا الأصلية أيضا من الطرق اللي تحفظ فيها اللي هي حشرة في الكهرمان الان هذه الحشرات لا تمتلك يعني هيكلا صلبا معينا انما هناك الكيتين اللي ممكن يحفظ انما هنا ممكن ان تحفظ بهذه الطريقه عندما تقع الحشره على نقطه صمغ فتغوص في هذا الصمغ تلتصق فيه وتغوص فيه وعندما يجف الصمغ تبقى محفوظه بداخله كامله ارجلها اجنحتها قرون استشعارها كاملة، إذا هذا نسميه حفظ كامل. طبعا احنا ممكن نحاكي مثل هذه الطريقة في الحفظ من خلال من خلال حفظ هذه الحشرات في صمغ أو سيليكون بهذه الطريقة التي تحاكي حفظ الحشرات في الكهرمان. البقايا الاصليه ايضا من طرق الحفظ اللي هي وحيد القرن في برك الجار القديم برك الجار القديم او النفط الموجود او الجار يعمل على حفظ جسم الكائن الحي من التحلل يمنع تحلله وبالتالي يحفظ حفظا كاملا في هذا في هذه البرك ووجد في رومانيا في بولندا احافير لحي وحيد القرن محفوظه حفظا كاملا في هذه البرك. اذا هذه طرق حفظ الكائن الحي كاملا وهي بقايا اصليه، لم يتغير التركيب العضوي ولا المعدني بالنسبه للكائنات الحيه الموجوده. النوع الثاني من انواع التاحفر اللي هي بقايا الاصليه. البقايا الأصلية أيضا اللي هي حفظ الهيكل الأصلي هناك حفظ كامل هنا يحفظ الهيكل الأصلي ويشترط أن يتم الدفن في مكان جاف إذا هنا لا يحفظ الكائن الحي كاملا كما في الأول وإنما يحفظ الهيكل الأصلي فقط هذا الهيكل الأصلي ممكن يكون أسنان ممكن يكون أصداف ممكن يكون عظام حتى ممكن يكون شعر لذلك يشترط أن يتم الدفن في مكان جاف هنا لا يتغير التركيب الكيميائي للهيكل الأصلي نفس التركيب الكيميائي للهيكل الأصلي هو الموجود فيحفظ بهذه الطريقة نسمي هذه الطريقة حفظ الهيكل الأصلي أيضا هنا لاحظ أيضا هياكل أصلية للماموث و الهيكل العظمي كاملا ولكن يسمى هذا حفظ الهيكل الاصلي لأن الحفظ الكامل يجب ان يتم بجميع اجزاء الكائن الحي. النوع الثاني من انواع التاحفر اللي هي التاحفر بالبقايا المستبدله ويوجد أن اربع طرق للتاحفر بهذا النوع وهي الاستبدال المعدني، التشرب بالمعادن، التكربون واعاده التبلور. الاستبدال المعدني واكثر ما يتاحفر بهذه الطريقه هي الاخشاب المتحجره. الاخشاب المتحجره نلاحظ هذه العينه خشب متحجر ياخذ شكل الخشب تماما ولكن من ماده معدنيه تختلف كليا عن ماده الخشب الاصليه. آه هذه الماده استبدلت اذا المادة العضوية بمادة معدنية جديدة ليس لها علاقة بمادة الخشب الاصلية. إذا هنا في هذه الطريقة لا تحتفظ الاحفورة بالتركيب الكيميائي لمادتها العضوية ولكن تحتفظ بالشكل فقط. هنا هذا الاستبدال يتم جزيئا بجزيئ. أي تأتي المادة المعدنية المحمولة بواسطة المياه الجوفية تكون ذائبة في المياه الجوفية وتبدأ بالإحلال مكان المادة العضوية جزيئا بجزيئ بحيث تحل محل كل جزيء من المادة العضوية مادة معدنية بالتالي يخرج الشكل النهائي نفس شكل الخشب ولكن من مادة معدنية جديدة أيضا من ضمن البقايا المستبدلة النوع الثاني أو الطريقة الثانية من طرق التأحفر للتشرب بالمعادن تشرب بالمعادن هنا تختلف عن الاستبدال بانها لا تتغير لا تتغير الماده الاصليه لبقايا الكائنات الحيه، وانما يضاف اليها ماده معدنيه جديده، اين تضاف هذه الماده؟ بين مسامات او تجاويف العظام او الاخشاب. نعلم ان العظام فيها مسامات والاخشاب كذلك فتاتي المياه الجوفيه تحل او تتسرب تتشرب بها هذه العظام أو هذه الأخشاب هنا يعني محاكاة لهذه التجربة لو جبنا قطعة إسفنج فيها مسامات قطعة الإسفنج هذه لو صهرنا شمع وسكبناه على هذه القطعة راح يدخل الشمع داخل هذه المسامات بالتالي راح تتصلب قطعة الإسمنت قطعة الإسفنج راح تتصلب بهذه الطريقة وبالتالي يتم الاحتفاظ بها لفترة طويلة أكثر الكائنات الحية أو بقايا الكائنات الحية اللي بتأحفر بهذه الطريقة زي ما قلنا عظام الحيوانات الفقارية والأخشاب الطريقة الثالثة من طرق اللي تحفظ بالبقايا المستبدلة اللي هي التكربون واضح من خلال الاسم أنه لها علاقة بالكربون نعلم أن الكائنات الحية كمادة عضوية تتكون من أربع عناصر وهي الكربون الاكسجين النيتروجين والهيدروجين لو تطلعنا على العناصر الثلاثه الاخيره هيدروجين ونيتروجين واكسجين نلاحظ ان كلها غازات ممكن ان تتطاير بسرعه فلو سقطت بقايا كائنات حيه مثل اوراق الشجر في بيئه مستنقعات رطبه رسوبيات لينه تبدا المكونات الطياره هذه بالتطاير مثل الاكسجين والنيتروجين والهيدروجين ويظل الكربون على اغشيه على شكل اغشيه رقيقه تحيط بالاطار الخارجي للكائن، اذا تحفظه بهذا الشكل. وهذا يعني يعني ممكن احنا جربناه قديما ممكن انه نضع ورقه شجر بين اوراق او بين كتب ونضغطها بعد فتره من الزمن راح نلاحظ انه لونها صار يميل الى الاسود. بمعنى انها فقدت مكوناتها الطياره وبقي الكربون حتى الورده ممكن واحد يحتفظ في ورده بهذه الطريقه راح يلاحظ بعد فتره انه لونها بميل للأسود الاسود اذا هنا اكثر ما يتاحفر بهذه الطريقه هي اوراق الشجر الجرابتولايت والرخويات من ضمن البقايا المستبدله ايضا هناك طريقه عن طريق اعاده التبلور. هناك بعض المعادن التي تتشابه في تركيبها الكيميائي ولكن تختلف في التركيب البلوري. فبعض المعادن بعض المعادن اذا تحولت من صوره بلوريه الى صوره بلوريه اخرى تصبح اكثر ثباتا مع الاحتفاظ بالتركيب الكيميائي. فالاراغونايت يتحول الى كالسايت بهذه الطريقه هي اللي هي اعاده تبلر كلاهما يتكون من كربونات كالسيوم caco 3 ولكن عندما يتحول الارجونايت الى كالسايت يتم ذلك عن طريق تغيير الصوره البلوريه فالصوره البلوريه في الكالسايت اكثر ثباتا منها في الارجونايت النوع الثالث من انواع التأحفر اللي هي آثار الكائنات الحية، آثار الكائنات الحية وهناك خمسة طرق تتم فيها هذه الطريقة أو هذا النوع من التأحفر اللي هي القالب والنموذج، الطبعات، أثر المسار، الحفر، وإفرازات الحيوان. إذا هذه آثار للكائنات الحية، هنا لن نجد بقايا الكائنات الحيه وانما راح نستدل على الكائنات الحيه هذه من خلال الاثار التي تتركها بدايه القالب والنموذج من اثار الكائنات الحيه ان القالب والنموذج القالب والنموذج هي طريقه من طرق حفظ الكائنات الحيه عندما تسقط صدفه في رواسب لينه اذا هذه صدفه وهذا صلصال نحاول ان نضغط على هذه الصدفه في الصلصال باعتبارها رواسب لينه اذا هنا ضغطنا هذه الصدفه في الصلصال بعد فتره من الزمن تتحلل هذه الصدفه فتترك مكانها تجويف هذا التجويف يسمى قالب. اذا الان نتج قالب عند سقوط الصدفه في هذه الرواسب ثم تحللت الصدفه وبقي شكل الصدفه هذه موجود على شكل تجويف في هذه الرواسب اللينه. بعد ان تتصلب هذه الرواسب بعد ان تتصلب ممكن ان تمتلئ برواسب اخرى طبعا هنا للسرعه يعني في هذه معموله سابقا وهي متصلبه فتاتي رواسب اخرى لتملا هذا التجويف اذا هنا رواسب تملا التجويف فينتج عن ذلك قالب ينتج عن ذلك نموذج لهذا القالب، نموذج لهذه الصدفة، يعني ممكن انه نحصل على شكل مشابه تماما للصدفة الأصلية ونحتفظ فيها في المختبر، ويصبح لنا مجموعة من العينات لنفس الصدفة، إذا هذه هذا نموذج لهذه الصدفة. نموذج لهذه الصدفة ممكن أن نلونها بألوان مختلفة وبالتالي نحصل على مجموعة كبيرة من هذه الأحافير لاستخدامها في مختبرات الجيولوجيا في المدارس طبعا هذه أنا قبل ذلك كنت أعمل مثلا هذا نموذج من الشمع نموذج من الشمع ممكن يعني أن يمتلئ هذا التجويف بأي رواسب رواسب معدنية مختلفة. فلذلك يعني نحصل على مجموعة من مجموعة من القوالب والنماذج، إذا هذه نماذج معظم القواقع تتأحفر بطريقة القوالب والنماذج. ونسمي كل كل منهما أحفورة. القالب لوحده أحفورة والنموذج أحفورة. فهذه أيضا هنا سبحان الله هذه الأحفورة عبارة عن قالب ونموذج. قالب ونموذج في آن معا. فهذه طريقة التأحفر بالقالب والنموذج، إذاً هذه الطريقة هذه الطريقة من آثار الكائنات الحية، لم يبقى من الصدفة شيء، إنما تحللت الصدفة وبقي آثارها فقط اللي هي على شكل قالب أو نموذج. هذا النموذج اللي نتج عندي هنا هو نموذج خارجي. لشكل الصدفة الخارجي، لذلك نسميه نموذج خارجي، لأنه أعطاني شكل الصدفة خارجياً. أعطاني شكل الصدفة خارجياً، لذلك نسميه نموذج خارجي. بينما لو امتلأت الصدفة لو امتلأت الصدفة بالرواسب من الداخل، ثم تحللت الصدفة، فينتج عن ذلك نموذج داخلي. إذا نستطيع أن نميز بين النموذج الداخلي والنموذج الخارجي بأن النموذج الداخلي عند امتلاء تجويف الصدفة بالرواسب ثم تحللها ينتج عن ذلك نموذج ينتج عن ذلك نموذج داخلي أما النموذج الخارجي النموذج الخارجي ينتج عندما يمتلئ التجويف الذي تتركه الصدفة في الصخور بعد تحللها إذا هذا نسميه نموذج خارجي. إذا هذه الطريقة زي ما قلنا معظم معظم المحارات والقواقع تتأحفر بهذه الطريقة اللي هي القالب والنموذج. من آثار الكائنات الحية أيضا التي تتأحفر بهذه الطريقة اللي هي الطبعات. الطبعات كأن تسقط مثلا ورقة شجر على رواسب لينة. إذا تطبع هذه ورقة الشجر بعد تحلل ورقة الشجر وتصلب هذه الرواسب تبقى مطبوعة على ورقة الشجر. تبقى مطبوعة ورقة الشجر على هذه الرواسب بعد تصلبها وبالتالي تعتبر أحافير. قد يسأل البعض ما الفرق بين الطبعة والقالب؟ ما الفرق بين الطبعة والقالب؟ القالب كما ذكرنا هو تجويف يمكن أن يمتلئ بالرواسب وينتج نماذج بينما الطبعه هي اثر رقيق، اثر رقيق لورقه شجر او ريش او حتى اصداف رقيقه فقط، اذا لا تنتج نماذج هنا. اذا هذا بالنسبه لطريقه الحفظ بالطبعات. اذا القالب والنموذج القالب والنموذج كما شاهدنا في التجربه، القالب هو تجويف تتركه الصدفه في الصخور. والنموذج هي الرواسب التي تملا هذا التجويف او هذا القالب. وهناك نموذج داخلي ونموذج خارجي كما شاهدنا في التجربه السابقه. طريقه ثانيه من طرق التاحفر اللي هي الطبعات، وهذه الطبعات نلاحظ اوراق شجر مطبوعه على الصخور. لعلكم لاحظتم في في شريحة سابقة اوراق شجر في التكربن كيف نميز بين كيف نميز بين الطبعات والتكربن بالنسبة لأوراق الشجر تتأحفر اوراق الشجر بهاتين الطريقتين بالنسبة للتكربن كما قلنا بيكون لون الورقة اسود واما هنا تأخذ تقريبا لون الصخر في الطبعات تأخذ تقريبا لون الصخر أغمق شوي انما في التكربون تكون سوداء كما شاهدنا في التجربه عندما تسقط ورقه على رواسب لينه يؤدي ذلك الى ان تطبع على هذه الرواسب بعد تحللها تبقى مطبوعه على الصخر اثر المسار هنا اثار اقدام ل كائنات حية إذا إذا دلتني على نوع الكائن الحي فتعتبر أحافير لذلك هي من آثار الكائنات الحية أيضا هنا طبعة قدم ديناصور وهذه هذه الطبعة تعتبر من الأحافير فأثر المسار أكثر شيء يعني ممكن نحصله اللي هي الجوف معويات والفقاريات الحفر وهي مساكن بعض الديدان في الرمل او الطين اذا هذه المساكن اذا هذه المساكن دلتني على نوع الكائن الحي الذي تركها فهي تعتبر احافير وبالتالي هي من اثار الكائنات الحيه حتى افرازات الحيوان تعتبر من الاحافير اذا دلتني على نوع الكائن الحي هذه الإفرازات تعتبر من الأحافير وهي من آثار الكائنات الحية. الأحافير الكاذبة يعني لو نظرنا لهذه الصورة نلاحظ أنها عبارة عن تكوين شجري يشبه نباتات طحلبية ولكن حقيقة ليس لها علاقة بالتكوين الشجري ولا بالطحالب وهي تراكيب ذات منشأ غير عضوي. وهي عبارة عن ترسبات من مركبات المنغنيز أو الحديد لذلك تسمى أحافير كاذبة تشبه الأحافير شكلا ولكن حقيقة هي ليست أحافير وليس لها علاقة بالمواد العضوية إنما هي مركبات منغنيز أو حديد هنا فلاش يبين لنا بعض طرق التأحفر راح نلاحظ هنا مثلا القالب والنموذج وهنا راح نلاحظ في كلهم سوفت sediment اللي هي رواسب لينه يجب ان تكون رواسب لينه تسقط الصدفه في هذه الرواسب اللينه بعد ذلك تتحلل الصدفه تاركه تجويف إذا ترك التجويف في الصخر هذا نسميه قالب إذا هذا يسمى قالب يمتلئ هذا القالب برواسب أخرى فهذا نسميه نموذج إذا هذه الطريقة طريقة الحفظ بالقالب والنموذج هنا عندنا حفظ الهيكل الأصلي حفظ الهيكل الأصلي هنا تسقط هذه الصدفه في رواسب لينه وبعد ذلك تحفظ بهذه الطريقه ولاحظنا انه هنا ما في ماء يعني هنا لازم تكون الرواسب جافه لازم يكون رواسب جافه حتى يحفظ الهيكل الاصلي للكائن الحي. عندنا هنا التكربون التكربون اذا تسقط ورقه شجر في الرواسب اللينه تتطاير لاحظين كيف تتطاير المكونات الخفيفه فيبقى الكربون فيميل اللون الورقه هذه الى اللون الاسود ونقول ان هذه تكربنت او تفحمت حتى في بعض الاحيان. من الطرق ايضا اللي هي التشرب بالمعادن تشرب بالمعادن اذا وقلنا اكثر شيء بتحفر بهذه الطريقه اللي هي العظام والاخشاب المتحجره هنا نلاحظ عظم هنا يبقى تركيب كما هو التركيب الكيميائي لهذا وانما يضاف اليه معدن اخر يتشرب داخل مسامات وتجاويف العظم فيحفظ بهذه الطريقة إذا هذه طريقة التشرب بالمعادن الاستبدال طريقة الاستبدال وقلنا هذه طريقة الاستبدال المعدني لا يبقى طبعا اللي بيلعب دور في ذلك المياه الجوفية تستبدل المادة العضوية بمادة معدنية تحملها المياه الجوفية جزيئا بجزيئ لا يبقى شيء من المادة الأصلية وإنما نجد نفس الشكل نفس شكل البقايا أو الكائن الحي ولكن من مادة معدنية مختلفة تماما عندنا هنا, هنا أثر المسار هنا أثر المسار هنا نلاحظ الديناصور سوفت أيضا اللي هي الرواسب لينة فطبعت اقدامه على هذه الرواسب وبعد تصلبها تبقى هذه الاثار على شكل احافير لانها دلتني على نوع الكائن الحي الذي تركها اذا هذه طرق التاحفر المختلفه لجميع الكائنات الحية نلاحظ أن بعض الكائنات الحية حتى اللي لا يوجد لها هيكل صلب ممكن أن تتأحفر بطرق ثانية زي التكربون الآثار وغيرها الطبعات معنى ذلك أن هذا كنز عظيم موجود في صخور القشرة الأرضية دعانا رب العالمين للتفكر فيه والبحث فيه يقول الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشاه الاخره اذا دعانا للبحث كيف بدا الخلق اذا هذه الاحافير هي وسيله لتعرفنا عن بدايه هذا الخلق وهو سجل صخري موجود بين ايدينا للبحث فيه والتفكر فيه والامعان فيه ايضا اعزائي في نهايه لقائنا هذا اشكركم واتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته